الدكتور محمد مشعب النعيم رئيس شبكه المؤسسات الصحيه بالامن الدولي صفرو. انطلقت عمليه التلقيح بعد الاشاره اللي دارها سيدنا الله ينصرو وعطى الانطلاقه الاولانيه، تلتها اطر الصحه في نفس اليوم لاعطاء الديناميه لهذه العمليه، ثم التحق بها رجال السلطه من جميع الفئات اللي في نهار الجمعه بحول الله وقوته اعطيت الانطلاقه لجميع المراكز الصحيه بمدينه صفرو اللي هما دار الشباب طارق بن زياد، المركز الصحي الشهيد بها، المركز الصحي برك البكاي، وداخليه مركز التكوين المهني بصفرو. كما كانت الانطلاقه في نفس اليوم لبشويه البهاليل، بشويه ايمو الزركندر، بشويه المنزل، وبشويه رباط الخير. الحمد لله كانت الاقبال بالنسبه للجميع مزيان. الاساسي هو انه توفير جميع المسائل اللازمه لانجاح هذه العمليه. الاقبال بدا كيرتفع هذا، بحيث اننا الان بدينا كنصيبوا الناس اللي هما مستهدفين بالعمليه، كاين اقبال عليهم، كاين اقبال على هذا التلقيح، جعلت انه المواطن يثق في العمليه ويثق في اللقاح. التجربه اللي عطينا حنايا في اقليم صفرو، ان حد من منطلق سيدنا الله ينصرو عطينا حنايا كاطر صحيه من مندوب او اطر صحيه، حتى حنا عطينا اللقاح باش نعطيو واحد الثقه، نزيدوا الثقه للمواطن. والحمد لله اذا كان النهار الاولاني شويش الاقبال كان قليل، فاليوم الحمد لله مع قوته بدينا كنوصلوا اننا الناس يجيو يقلبوا على اللقاح ديالهم فين كاين وفين، وكيقلبوا وكيسولوا على التاريخ اللي غيمكن لهم يديروا فيه هما التلقيح. انا ما عاد مني لا مقدم ولا ديك، جيت باش سمعت الخبر، سمعتي في التلفزيون؟ سمعته في التلفزيون، وهانا جيت وليدي. الله يعز الملك والله يعزكم الشعب ديالو ويعزكم كاملين بكم. الحمد لله سيدنا الله يعزو ويعز الشعب ديالو، الله يعزكم كاملين. اللهم يا ربي انصر سيدنا، اللهم يا ربي انصر سيدنا محمد السادس. فرحنا الحمد لله، فرحنا الله يزاد الجاي حالينا، الحمد لله الحمد لله. الله ينصر سيدنا وينصر الشعب وينصر اللي داير به، ويعاونكم سيد ربي ويستر عليكم اوليدي، ويستر ما فات ويستر ما بقى. الله يزاد الجاي حالينا وينصر سيدنا. ما باش نبرع، اللهم لك الحمد. كي جاتكم المبادره اللي دار سيدنا؟ مبروكه السعوده اللي دارها سيدنا، مبروكه. الله يحفظه ويعاونه ويطول عمره وينصروا على من عاده. الناس اللي هنا كيقابلونا الله يعاونهم ويحضموا ضاق عليهم ودوز بسهم بخير، ودوز ايامنا وياهم بخير، ويحفظنا ويحفظهم ويضرك علينا وعليهم ويكون لنا ولاهم في الدنيا وفي الاخيره. العمليه التلقيح حاليا يعني كتشمل مدينه صفرو، وكتشمل يعني بالنسبه للناس كبار السن يعني 75 سنه ما فوق. والحمد لله الوالد ديالي هو كيستافد من هذه العمليه، والامور يعني في احسن الظروف يعني الحمد لله. الطاقم الطبي حاضر، والجو يعني حتى الجو يعني كيساعد في هذه العمليه هذه، والحمد لله يعني. يعني كنشكروا يعني الطاقم الطبي، وكنشكروا يعني كل مسار اللي كيسار على هذه العمليه هذه، والحمد لله وشكرا. الله ينصر الملك، الله يعاونه، الله يعاون السلطه ديالو، الله يعاون كل شيء بخير وعلى خير. الحمد لله ملك، احنا فرحانين بزاف بزاف. هاز تلقيها ان شاء الله بخير وعلى خير، كتنفع الكبار وتنفع الصغار وتنفع العيالات اللي شارفين ولا اللي صحاحين ولا كل شيء بخير وعلى خير. الحمد لله، الله ينصر زيدنا، الله يكتسب ربي. نعاون شويه السوسيه، تسب ربي، الله ينصر زيدنا، الله ينصر الشعب المغرب، كل تسب ربي، كل عاون ربي، الله ينصر. وانا السوسي احمد بن علي السوسي في جهه ديال مكمول. حاويه منا من مدينه صفرو، سمحنا التلقيح وجينا احنا درنا، اللهم لك الحمد، كل شيء مزيان، والله ينصر سيدنا وينصر السلطه، اللهم لك الحمد وينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا ويعاونوا معنا. هذا ما كان، اللهم لك الحمد وينصر السلطه ديالنا، عطينا الوقت ومعامل معنا. الله يرحم الوالدين، الله يخرج سربيسهم بخير وعلى خير، هما المسلمين جميع، الله ينصر سيدنا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.